إذا حجت امرأة بدون محرم هل لا يصح حجها؟ لا، الحج صحيح، يعني ما في تلازم، ما في تلازم بين الحج بدون محرم وبين صحة الحج. الحج صحيح مع الإثم، الإثم في السفر وليس في الحج، الإثم في السفر. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، فهي لا يجوز أن تسافر. لو كانت مثلا من أهل مكة ما عندها مشكلة تحج بدون محرم، لو وصلها أحد مثلا من أهلها في طريق السفر إلى مكة مثلا والتحقت هناك بحملة أو جماعة ثقات أو كذا وحجت معهم لا شيء عليها، لكن القصد السفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم أو مع زوج. فإذا كان حج الفريضة أول مرة تحج فهنا تعارض أمران، فريضة الحج والسفر بدون محرم، فأيهما يقدم؟ أكثر أهل العلم يقدمون فريضة الحج، يقول هذا ركن فتؤدي الحج ولو سافرت بدون محرم، لأن فرض الحج أعظم من قضية السفر بدون محرم إذا كانت مع مجموعة ثقات. أما إذا كان حج نافلة أو عمرة أو سفر سياحة وهذا فلا يجوز أن تسافر إلا مع زوج أو محرم.